بسم الله الرحمن الرحيم. أخبار متداولة تفيد بتدهور الحالة الصحية للممثل المصري سمير غانم، وأن وضعه غير مستقر، وقد تم إدخاله لغرفة العناية المركزة ويخضع حاليا للتنفس الاصطناعي. يذكر بأن سبب تدهور حالته الصحية جاءت بسبب خلل في الكلى وليس لكورونا، وأن زوجته دلال عبد العزيز هي التي تحمل الإصابة بفيروس كورونا، موجودة داخل مستشفى العزل الصحي، حالتها مستقرة تماما. إن شاء الله ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. حق الأيام المفترجة اللي احنا فيها دي، أنا حبيت أعرفكم آخر الأخبار. تابعوني إن شاء الله في القناة، متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك، ليصلكم منا كل جديد.